ما بين الاسباب اللي كتخلي الواحد على انه ما يحققش الاهداف ديالو في العام هو انه في الاول كيحط بزاف ديال الاهداف، وما بين الحاجات اللي كتخلي على انه يحط بزاف ديال الاهداف هي انه ما تفرقش ما بين الاهداف وليزاكسيون ولا الافعال اللي غيدير في الكوتيديان ديالو باش يحقق هاد الاهداف. وهنا باش تفهمني اكثر عندك واحد ليكزامبل. الواحد فاش كيجي في الاول كيحط واحد الهدف ديال بغي نولي نفيق كل نهار مع الخمسة ديال الصباح، بغي نولي نمشي لاصال ثلاثه مرات في السيمانه، بغي نولي ندير واحد ساعه ديال لونغلي كل نهار. هادو كاملين ماشي اهداف، هادو عباره على ديزاكسيون. شنو هو الهدف؟ الهدف هو في الاخر ديال العام باغي نطيح واحد 10 ديال الكيلو، في الاخر ديال العام باغي نولي نهضر لمده ديال واحد 25 دقيقه 30 دقيقه ولا 45 دقيقه بلونغلي وانا مرتاح، في الاخر ديال العام بغيت نغياليزي واحد الشيفر دافير ديال 100000 دولار. هادو عباره على اهداف، يعني كاينه فيهم واحد لا ديستيناسيون، كاينه فيهم واحد البلاصه اللي انا حاليا ما كاينش فيها، انا كاين في واحد اب وباغي نمشي للبي. هذا هو الهدف، والهدف ما كيتحققش ما بين ليل ونهار. يعني الا كنتي انت في واحد المدينه وباغي تمشي لواحد المدينه اخرى اللي بعيده بزاف راه ما يمكنش دغيا بالزربه، يعني غير تغمض عينيك وتحلم تلقى راسك وصلت لهذيك المدينه. لا، خصك واحد لو مويان دو ترونسبور، خصك سوا تمشي في الطوموبيل سوا في الكار سوا في الطياره سوا في الباطو باش في الاخر توصل هذيك لا ديستيناسيون. واخا تكون عندك طوموبيل خاصها تكون كتحرك، حيت الا ما كانتش كتحرك راه غتبقى غير في بلاصتك. دونك هادو هما لي زاكسيون وهادو هما لي زوبجيكتيف، هذا هو الفرق بيناتهم. دونك فاش تكون كتحط الاهداف ديالك ما تحطش باغي نولي نفيق كل نهار مع الخمسة ديال الصباح، هادي اكسيون، هادي اكسيون اللي ما غاديش توصلك كاع لواحد الهدف ولكن سي تان سيبور اللي غادي تعاونك باش تحقق الاهداف ديالك. وكاينين لي زاكسيون اللي تابعين لواحد الهدف بحال انك تريني على الاقل واحد ثلاثه المرات في السيمانه. دونك حاول ما امكن انك في الاول تحط الاهداف اللي هما لا ديستيناسيون اللي هما شنو باغي تحقق، وكيف قلت انت كاين في ا وباغي توصل لبي. ومن اللي تحدد هاد الاهداف هادو اللي نورمالمون ما خصهاش يفوتوا ثلاثه ماكسيموم، ديك الساعه كل هدف غادي تحدد ليه لي زاكسيون ديالو شنو خاصني ندير باش في الاخر نحقق هذاك الهدف. دونك هنا غادي تكون حددتي الاهداف ديالك وحددتي حتى لي زاكسيون لكل هدف. هذا الشيء ما غيوقفش هنا، باش هاد الاهداف تحققهم راه ماشي صافي غير حد هادشي غتوصل ليهم، وماشي غير حيت عندك الاراده والعزيمه غتوصل ليهم، وانما بالخدمه في الكوتيديان. يعني هادوك لي زاكسيون اللي عندك خاصك تبدا ديرهم، قلب على كيفاش تانتغريهم في لا سيمين ديالك. وانا متاكد باللي سواء عندك قرايه سواء عندك خدمه سواء عندك بجوج، لي زوبجيكتيف اللي حطيتي لي زاكسيون اللي خاصك تغياليزي في اليوميات ديالك خاصهم يدخلوا وسط هادشي، لقى لهم شي فورمول لقى لهم شي وقيته باش انك ديرها. واحسن حاجه ما تبداش من الاول صعيب، حاول تمشي بشويه بشويه فاش في الانتغراسيون ديال هاد لي زاكسيون. يعني ما تجيش واحد النهار وغاتانتغري واحد سبعه ديال لي زاكسيون في الكوتيديان ديالك، لا، سير بشويه بشويه. انت خديتي غير اكسيون وحده ما تجيش النهار الاول ودير فيها واحد اربعه السوايع ولا خمسه السوايع، هاد لاكسيون بوحده وبدا فيها بشويه بشويه، دير فيها المره الاولى غير ربع ساعه نص ساعه وانت غادي كتانتغري فيها. ملي تانتغري لاكسيون الاولى دوز للثانيه وانت غادي بشويه بشويه، اللهم بشويه بشويه، وانت متاكد باللي غادي تستمر وغادي تحقق هذاك الهدف. ولا تبدا من الاول ودير داكشي كامل وتحبس من مره واحد السيمانه، وديما تنقول باللي راه الا حبستي حتى شي حاجه ما غطرى غادي تبقى غير في بلاصتك، ما عمرك ما غادي تزيد. الا بغيتي تزيد لقدام تحقق هذاك الهدف خاصك تافونسي كل نهار واحد شويه. دونك خصك ديما تحضي مع هذه القضيه ديال الفرق ما بين هاد الجوج ديال الحاجات، اول حاجه الاهداف والثاني حاجه هي لي زاكسيون. نتمنى انك تكون استفدتي من هذا الفيديو، ترى لي فراسك، نتشاهد ان شاء الله فيديو جديد.